منذ الساعة 9 مساء يوم الاثنين إلى الساعة 3 من صباح يوم الثلاثاء عشرات حالات المصابة بتسمم غثائي بوجبات وزعت من إحدى المؤسسات الخيرية في الغوطة الشرقية المحاصرة في شهر رمضان المبارك. هذه الحالات كانت أغلب الأعراض المشاهدة عند المرضى: ألم بطني، إقياءات، إسهال، وأحياناً إعياء وإغماء. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا اليوم في مشفى المرج نستقبل حالات تسمم غذائي عند الساعة 9:30 مساء. استقبلنا حوالي 200 حالة بالإضافة ل 40 حالة تم استقبالهم في مشافي دوما. وعند سؤال المرضى تبين أن جميع الحالات كانت نتيجة تناول وجبة غذائية وزعت عليهم من إحدى المؤسسات الغذائية الإغاثية على الإفطار. لا أمورك خير، طلعت من شيء بطنه. أنا طولت بالي عليهم يعني، بس صاروا يفزوا بالليل وشربوا مي، صار هو صار كل شيء يطلعوا، فضوا في شيء بطنه يعني.